من المدرسه الى المقهى والقهوه والملهى زنر الهم الامني حياه اللبنانيين بشرايط وباطون مسلح وفي غمره البحث عن طمانينه فيما يسمى الامن الذاتي ملفات الحياه والعيش وضعت في الدرج هل من يذكر التحديد السنوي لغلاء المعيشه ماذا عن قانون الانتخاب هل نسينا ان هناك تركيين مخطوفين في لبنان وعشره لبنانيين في سوريا اين الحكومه الموعوده وماذا حل بسلسلة الرتب والرواتب مش بس السلسلة السلسلة والملفات الاجتماعية والصحية بكرة مثلا في عندها مليون طالب بدهم يروحوا على المدارس ما بدنا نعمل لهم خطة أمنية كمان مشان المدارس هذه مهمة ولا مش مهمة عندنا مثلا 45 مدرسة رسمية وسنوية البعض منهم بده ترميم طالع قرار من مجلس الوزراء في قرار من مجلس الوزراء في سبع مليارات ونص طيب ما تحول ما بيحولوا طيب بكره فتحين المدارس لا سمح الله صار شيء باي مدرسه مين بيتحمل مسؤوليه انا من هلا بدي حمل وزير الصفدي لانه ما بيحمل الأمو... ما بيحول الاموال نجي على موضوع التعاونيه عندنا 70 مليار مساعدات مرضيه واستشفائيه ومنحت عليه كمان معالي الوزير الصفدي مكدسه المعاملات فوق بعضها وما بتتحول طيب كيف الناس بتتحكم؟ كيف بتنستر الناس؟ ما بيمشي مجلس النواب الا ما تشكل حكومه؟ طيب شكل حكومه ما بتشكلوا حكومه بدكم حوار؟ لك اعملوا حوار لك اعملوا شيء حلوا شيء يا اما حلوا عن ظهر العالم الصحفي محمد زبيب يشير إلى أن الهم الأمني هو أحد هموم العيش لافتا إلى أن قصور النظام اللبناني عن الالتفات إلى هموم الحياة ليس بالمستجد ولكن زبيب يؤكد أن ذلك ليس وليدة الصدفة صناعة القلق الممنهجة تؤدي إلى خضاع الناس وبالتالي بصير الناس يتنازلوا عن حقوق ثابتة لهم وبالتالي بصير طموحهم طموح بسيط جداً انه انا انزل من بيتي على شغلي وما تعرض لاي شيء يهدد حياتي او حياه اسرتي او حياه اصحابي انا ومش على الطريق يصبح الامر كذلك وبصير اذا مش قادر انفد بريشي من خلال الهجره او اي وسيله اخرى بصير انا رهينه لهذا رهينه لهذا الخوف المصنوع وبالتالي بصير عم ببحث عن نوع من الحمايه من خلال الانتماء الى وهم الجماعه باعتبارها الاطار الحامي، هذا امر مقصود. وفي ظل هذه الاجواء يصبح اقصى طموح الناس بان يبقى الوضع على ما هو عليه. يبقى الوضع على ما هو عليه، ان يبقى الحرامي عم بيسرق، ويبقى السري عم بيزيد ثراء، ويبقى الفقير عم بيزيد فقرا، ويبقى من يفقد سبل العيش في لبنان رهانه الوحيد على الهجره. وهكذا يدجن اللبناني لينتقل طموحه من العيش الكريم إلى مجرد البقاء على قيد الحياة متكلا على الله وأنف كلب هو بدوره لا يكترث لرفاهية الحياة جاد غصن قناة الجديد